هرسمها لك. كادر مالك يعني، دي ايه مشكلتك؟ جاهل دوت مع شغال هبط في دواشة، ساعتها بقى ايه ملو ملوح يعني، نعدل صح. يلا بينا، يلا. عارف الكاحل ده؟ ايوه شغلانتي، ايوه تخصص كواحل انا، مظبوطولك ظبطة حلوة. يلا يلا يا حاج، اقلع كده الكوتش واستهدى بالله. يلا اقلع الكوتش، اظبطهولك اظبطهولك. هو ده ولا ده؟ طب ما ناخد ده وخلاص. ناخد الاتنين ده. يلا يا عم. لا يا عم، انت اتعالجت عندي قبل كده وما زعلتش في حاجه، لا يا عم، ما قصرتش معاك ولا قصقصت بقول لك مش قادر امشي عليه، مش قادر. ما قصقصت رقبتك يعني، هتنزل وربنا يسهل، هتمشي عليه، دي انت هتجري عليه، هتمرح عليه. يعني انا مش قادر اتك على العالم. ايوه ايوه يا ايوه باشا، شغلانتي ما تقلقش. يلا بس اقلع الكوتشي وانا هخليك تجري كده. وهوان وهوان مش ايوه، استهدى بالله. يلا هتجري هتجري، موعدك. كابتن عظمة ممكن يقول لنا إيه برنامجه، ايه اللي هيقدر يعمله مع المريض ده؟ دلوقتي واحد هنا كاحل عاوز يظبط الكاحل بتاعه ويصاب، فطبعا الموضوع ده سهل جدا بالنسبة لنا. يعني احنا طبعا صفرنا صفحة بسيطة كده، هيجيبها لنا اهو وهيجلس وهيجي وهنظبطه معانا. يعني الكلام فاضي ومدة 3 أيام الموضوع هيبقى خلصان، وهتلاقيه بيرمح كده زي البهايم. عفوا تمام. يلا بينا. شايفين بخفت عليا يا ولد آدم؟ أيوه أنا بإيه؟ افهم بس الأول أنا إيه؟ واخد بالي والله. هتدخل بوجبه مثبته من يا عم الكريش.
ليش اللي عندك كلها دخل فلوس؟ اهدى بقى. بتتكلم ليه؟ المفروض ما تتكلمش عشان هيكون عشان العلاج يتم وان شاء الله يتم. يعني هتقسم طب ولا ايه؟ يتم على ايدينا الشغل. لا هم 10 ثواني بس. 10 ايه؟ انت كده 50 ثانية. بتتكلم ليه؟ ما ليش كلها دخلت جوه؟ ايه 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 الله يخرب بيتك ايه ايه انا مش عارف اتحرك.